أخبار اليوم. بننقل بعد كده على السؤال الرابع، برضو السؤال الرابع زي ما مكتوب 15 درجة، بما تفسر هيبقى عليها كام؟ بما تفسر 9 ايه؟ 9 درجات، يعني معنى كده هتبقى كل سؤال بايه؟ بتلاتة. ليه اعتزم نابليون على انهاء المقاومة في الصعيد؟ هقول لك خطورة ذلك على الملاحة في نهر النيل، حيث قام مراد بك بقطع الملاحة في النيل ومنع المراكب من الوصول إلى القاهرة. المراكب المحملة بالمحاصيل الزراعية ما بقتش توصل إلى القاهرة، عشان كده نابليون قرر إنهاء المقاومة وعرض على مراد بيك إيه؟ إن يحكم الصعيد تحت نفوذ فرنسا، ولكن مراد بيك رفض وتجددت الحرب بين مراد ونابليون وانتصر نابليون على مراد. السؤال الثاني، كانت حكومة لندن متحمسة للتفاهم مع الشريف حسين. الإجابة هنا بسبب طبعا حسبه ونسبه، لأن الشريف حسين من الأشراف وليه يعني زعيم ديني وزعيم عربي معروف، هو من الأشراف يعني من ذرية إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى المسلمين والعرب خاصة بيسمعوا كلامه. فانجلترا شافت في الشريف حسين إن هو مؤهل إن هو يقود العرب في ثورة ضد مين؟ ضد انجلترا. ده غير إن الشريف حسين على اتصال مباشر بالعرب في موسم الحج، العرب بيحجوا في مكة وهو في مكة وبيقابل العرب وأقنع العرب بالثورة ضد الدولة العثمانية. ثلاثة، اتخذ العمل السياسي لضباط الجيش منذ بداية الأربعينات الطابع السري، لأن قوانين الجيش تحرم على أفراده العمل بالسياسة حتى لا يقع هؤلاء الضباط تحت طائلة القانون. يبقى الإجابة هنا نقطتين. نمرة به اللي هي العبارة بين قوسين وفي ضيق العبارة واضح، العبارة دي هيبقى هنا السؤال ده عليه درجتين. وضح، انا قلت الاجابه بتاعتي بتبدا من السؤال بتاعي بيبدا من اول وضح. موقف عصبة الامم 1920 من القضيه الفلسطينيه، كلنا عارفين ان عصبة الامم هيئه دوليه نادى بانشائها الرئيس الامريكي ويلسون عشان تقف جنب الشعوب المغلوبه على امرها في ان تحكم نفسها بنفسها. طب هل عصبة الامم كهيئه دوليه عملت كده؟ لا، بنجد ان عصبة الامم للاسف الشديد اعترفت بنظام الانتداب البريطاني، انتداب يعني احتلال، انتداب البريطاني على فلسطين. خلاص؟ بل وايه؟ كده تبقى العصبه تخلت عن اهم اهدافها، وهي مساعدة الشعوب المغلوبة على أمرها في أن هي تحكم نفسها بنفسها، بل وساعدت في تهويد فلسطين. يعني تهويد؟ تحويلها من دولة عربية إلى دولة يهودية، بل وإبادة عرب فلسطين. يبقى ده بالنسبة لعصبة الأمم. ممكن يكمل في السؤال يقول لك طب وموقف هيئة الأمم 1947 برضه متحيز لليهود، لأنها أصدرت مشروع بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية. السؤال جيم آخر سؤال في الرابع دلل على صحة العبارات، اديني بقى الايه الدليل. نجحت ثورة يوليو 52 في تحقيق المبدأ الثالث لها. المبدأ الثالث لازم كده المبادئ تتحفظ بالترتيب، وهو القضاء على الإقطاع. يبقى هنا نجحت الثورة في القضاء على ظاهرة الإقطاع إزاي؟ عن طريق إصدار قانون الإصلاح الزراعي 1952، واللي حدد الملكية الزراعية لكل فرد بما لا يزيد عن 50 فدان. طيب السؤال الثاني، لم تؤدي هزيمة حرب يونيو عام 67 إلى فقد مصر عزيمتها وتصميمها لاستعادة أرضها السليبة، وخلي بالنا برضو من الأسئلة دي لأن أسئلة مهمة ممكن تيجي. فما يقول هنا لم تؤدي هزيمة حرب يونيو، لأن خلي بالكم إحنا بعد الهزيمة رجعنا إعادة بناء القوات المسلحة من أول وجديد. شوف اللي أهم من البناء إيه؟ إعادة الثقة للجنود، جنود الجيشنا في أنفسهم وفي القادة بتاعهم، لأن بعد 67 كانت النفسية انهارت. فأنا برجع تاني أعمل إعادة لبناء الثقل سواء للجنود في نفسهم أو في القادة، بالإضافة لإعادة تدريب الوحدات والجيش، تدريب جيد وتسليحه بأحدث الأسلحة. عشان كده الحمد لله دخلنا حرب استنزاف وبعد كده حرب أكتوبر المجيدة في أكتوبر 73. في النهاية أبنائي الطلبة وطلبات الثانوية العامة، أقول لكم إن شاء الله جايبين بإذن الله 60 من 60، والامتحان جميل، وأشوفكم إن شاء الله في الكلية إن شاء الله السنة الجاية.